بنادم ما كيتلاحش لهاد الفكره. فاش تلاح ولا الاخوان كنحضر لي الشكر من هذه الناحيه عبد الحكيم بواشم، لاننا هذه البلاصه راهي خاصه الدراري اللي يزيدوا القدام. ما عمرنا قريب فين كنشوفوا شي ابطال اللي واصلين فوق من ناحيه هما من اصل قراوي. ماشي باش كنتقبل هذا الشكر من تيلا الناس عبد الحكيم بواشم، لانه عطى الفرصه لولاد بلادو وما مشاش لشي بلاصه كاين اللي غير كيوصل كيخلي ولاد بلادو كيمشي يبغي يطلع ولاد المدينه. جا هو دار هذا الصالح وكنقدموا ليه الشكر الجزيل. الشيء اللي كنتمنى وكنشكر الاستاذ عبد الحكيم اللي اختار هذه الفكره هذه وانه يكون النادي في هذه المنطقه اللي صغيره، وكنشكر الاستاذ محمد وهوى اللي كان استاذ ديالي انا وديال الاستاذ عبد الحكيم اللي هنايا. وهادشي اللي كنقول وهادشي اللي كنتمنى. فخورين بهذا الصال اللي تفتح في هذا المكان اللي قراوي نحسب على مدينه زمامره، وكنتمنى ان شاء الله يكون نجاح ويستافدوا الشباب من والاطفال من النادي ان شاء الله ويكونوا ابطال ان شاء الله، ان شاء الله اللي وصلوا للعالميه كاع ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى. كنرحب معنا تشوف تي في داخل هذا النادي، كنرحب بجميع ضيوف كرام من الفعاليات الجماويه ولا من الاساتذه ولا من المدربين ولا من المتدربين. يعني الفكره اللي جات عندي كيف جات الفكره، انا كنت يعني انا من ولد ديال هاد المناطق من هاد جماعه حكاكشه، مني كنت صغير مني دخلت لاصال بحال الاستاذ محمد هواوا في مدينه زمامره، التحقت بنادي النهضه اتليتيك زمامره فرع الكره. كنت ديما كنفكر بلي راه وليدات بلادي والدراري وصحابي داكشي حتى هما خاصهم يتريدوا. يعني اول ما كاين حتى لاصال جامعه كبيره فيها ناس اللي باغيين يترينيو وباغيين يخدموا داكشي، وما فيهاش لاصال كيخلوك تضرب واحد المسافه ديال الطريق يعني ديال 10 كيلومتر. فمني جاتني المناسبه ديال السي حسن اللي هو الامين المالي ديال الجمعيه وديال ولدو عبد الصمد رئيس الجمعيه، يعني اقترحوا هذه الفكره باش غاديروا لاصال، مشاو عندي قالوا لي ديروا هذه لاصال. جاتني انا فرصه مزيانه، يعني كان الحلم ديالي باش نتريني بهاد الجامعه ونتريني بوليدات ديال هاد الجامعه اللي نخرج من الاوطان اللي يعني يكونوا في حالي واللي يفوتوني ان شاء الله. المهم الالقاب يعني اللي تحرز عليه وداكشي، ثلاث مرات وطن المغرب في كاراتي كونتاكش، جوج مرات وصيف في كاس العرش، الحامل لشهادة مدرب مشارك في الجامعة الملكية المغربية للكاراتي. ما شاء الله بارك. نحن كمجتمع مدني وكفاعل جمعوي لا يسعنا الا ان نبادر هذه البادرة الطيبة من هذه الجمعية ديال جماعة الكاكشة، وان نشكر الاخ بوهاشم حكيم على البادرة، ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى من جميع الشباب ان يلتحقوا بهذه الجمعية. السلام عليكم، كنشكر قناة تي في اخ بامي مصطفى النائب الاول لرئيس حزب الكره الكرات الاسيويه المشتركه. يعني بالنسبه لهذا النادي هذا، يعني حتى الجامعه يعني عندها واحد الوصيه على هاد الانديه ديال العالم القروي. وبالنسبه لهاد الجمعيه، هاد الجمعيه الفاتيه اللي هي داخل العصب الدكاله للكاراتي، يعني حنا كنرحبوا بها وما يخصها حتى شي خير مع هاد بالنسبه للعصبه، وحتى بالنسبه للتجهيزات تبارك الله راه كتشوف يعني كاينه قاعه لهي ديال حفل الاطفال، وكاينه هذه قاعه ديال خاصه برياضه الكاراتي. يعني تبارك الله بالنسبه باش تكون واحد القاعه من هذا الحجم هذا داخل الجامعه ديال الحقاق شرعي في منطقه نائيه، وهذه مبادره مزيانه اللي تفتح لنا لاصال هنايا. وكنشكروا الناس اللي صاروا لنا على التسويقات هذه باش داروا لنا لاصال، ونشكروا المدرة الحكيم، ونشكروا كاع الناس اللي عاونونا باش دارت المبادره هذه، وكنشكروا شوف تي في اللي جات عندنا هنايا. نورمالمون خاص يكون هكا باش يدعم العمل الجمعيات اللي يلاه غادي يكون فيها الصدر. كنقول الفكره ديال كيفاش جات هذه الجمعيه، لانه راه كانت فكره تقريبا شي عام ولا اش كانت، بقينا كنركزوا على باش يكون داك الشيء في زعما في معايير اللي مزيانه
كيف شفتي الشهادات ديال الاطر كاملين، شفتي الشهاده ديالك كيفاش كانت؟